العيد يأتي ويأتي بعده عيد، ولكن المسلم ولكن العاقل من يأخذ العبرة بمرور الأيام وبمرور الأعياد. فعندما يأتي عيد أو عندما تأتي مناسبة فتذكر بأن الأعمار تمضي، تذكر بأن عمرك يمضي. ماذا قدمت فيما مضى؟ ماذا قدمت؟ عشت 60 سنة، عشت 50 سنة، عشت 40 سنة، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت ليوم تكون فيه وحيدا فريدا في قبر لا مال ولا أولاد ولا زوجات؟ لن ينفعك إلا ما قدمته من صالح الأعمال. ماذا قدمت اليوم لخاء الله تبارك وتعالى؟ ماذا قدمت اليوم يسيب لهوله مفارق الولدان؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرح في كل مناسبة. ماذا قدمت لنفسك؟ العيد يأتي وسيأتي عيد آخر وسيأتي عيد آخر. ماذا قدمت أنت؟ وعمرك يمضي والأيام تتوالى. ماذا قدمت اليوم تكون فيه وحيدا فريدا وأنت تعلم أنك ستسأل عن كل شيء؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، ستسأل عن عمرك فيما أفنيته. أفنيته في الطاعات؟ أفنيته في العبادات؟ أفنيته في عمارة بيوت الله؟ أفنيته في الأعمال الصالحة؟ أما أفنيته في اللعب واللهو ومتاع الدنيا السائل؟ والله ستسأل يوم العرض على ربك عن عمرك فيما أفنيته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. هذا المال الذي تجمعه ولا تسأل من حلال أم حرام، والله ستسأل عنه يوم القيامة، وستموت وستقسمه الورثة، وستسأل عن كل صغيرة وكبيرة تتعلق به. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن شبابه فيما أبلاه. ستسأل عن شبابك يا شباب المسلمين، ستسأل عن شبابك فيما أبليته يا شباب المسلمين. تمسكوا بدينكم وارجعوا.